بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، واحد سوق أرني صحابي مقعي صلى الله عليه عبد الله بن عباس إن شاء الله تعالى. عبد الله بن عباس سيرتي سوادير تهي، واحد سكت دينا إن الله بقي بس كدقنا تي لا هي راد قيبت كواد يقيبت الله بعد. إن عبد الله بن عباس وقال إنسان وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اللي راه لقى الشكايو وحيلته هي دبوك لن إلا قرم أوجيه السديسة إن لقمة كوبي كره هذا حبين كليه وحكم ميدان كارك دونا إن شاء الله تعالى عاو حبين كصوص على خميس أنا غيبت الله بعد فإن شاء الله ودم يسترنا بإذن الله تعالى. عبد الله بن عباس حبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتي النبي محمد عالم كذي إنه فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول إنه عبد الله فتى الكهول قرمذو قويل كذي وهي أمويل كي كجري له حليه لسان عرب سؤول سؤال بضن وقلب يقلبي عقول حفد بضن أو ويلين بضن. عمر بن الخطاب هذا الكايري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقرمذو قويل كيدي يعني نينكي كتري دلن يرضى وحليه سؤال بضن وعلم قدتك سؤال يا علم ذا يعني سقو وايرا سيدنا عركي دورنا وحلقي النبي صلى الله عليه وسلم لمنه إلى صدحيته ونجربوها وحو حبر أمة محمد كن نغضينا وحي أهيد صحابتي ووينيد وعلماء أهيد أيو كسو فائدي استكدمنا عالم بو نغضي مركا غف سؤالة بضان عن وحبان حفدين نواجرا سؤال شو ما انت ذكا ويديبري عن حسوسنين لكن سقو وحو أها سؤال شو ما انفع أوله وذكا ويدين شرع علماء كدبنا وحفدين شرع ويلين شري له لسان سؤول وقلب عقول ساسا لقوضا عرب سؤال بضن وعلمك يوحى منفع وجره علماء ذا ويديو هذانا يقلبي ويلين بضن ووحو لو فائدي ويليو. هذا الصحابي الجليل صحابي كان وين ملك وحو هنتي المجد الشرف من أطرافه دعالذي ذا أردن شرفتي تعلذي ذا أما ضرفه ذا شرف أردن بقابي وي فما فاته كما يتقن منه شرفت حق هذا الشيء شينا ما دافنه شرف هذي قيمة لهيد هذي نغوت حق دلشدة هي هذي نغوت حق سحابي نمذا هي هذي نغوت حق لك عبسك هي هذي نغوت حق علمك هي هذي نغوت حق أهل بيت نمذا دين عوال بو وحب قف من هذا نلغو أمانا أو كم غنا مجر نساس على قوضا. هذا الصحابي الجليل صحابي كان وين ملك وحو عن تي المجد من أطرافه شرف أو دن بقول صدي فما فاته منه شيء وحبك متين وح شرف أقول الشيء أو كم غنا مجر فقد اجتمع له وحق صعروري أو كقرمي مجد الصحبة صحابي نمذا شرفت هذه وقف إنه صحابي النقضي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأركي وعلمي كقاتي ورميي تاساه دي شرفي مرتبة وينا ولو تأخر هدو تبود لها ميلاده للشديس قليلا وحير هدو تبود لها لما شرف كموسا قوليستين ومهلين شرفتي بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك صاحبتي نمدي صاحب مو هلين ساولا سعطان أن أركي دوننا بحر دا شيء سنة كي طبنات أي نبي نمدا مركا سادة حجير أساقو أهل توه جرودي أن طبان سنة نمكو جوغي نبي مدينو جوغي نبي صلى الله عليه وسلم سادة حي طبان كاسو مركا جريا
nabigu marka uu dhimanayo. Marka hadduu xoogaa sii daahi lahaa, waxa weeye saxaabinimada sharaftaas muusan heleen, saasaa laga wadaa. Marka sharafta koowaad waxay noqotay faqad ijtamaca lahu majdu suxuba, sharaftii saxaabinimada waa midda koowaad. Wa majdu lqaraaba, qaraabanimada sharafteedii فهو ابن عم النبي الله صلوات الله وسلامه عليه والنبي إن أذير كيس سبناها إن أذير كيس ويو وحاد علي عباس بن عبد المطلب حاد علي مدقران إيسان واللابو مرتبط دي لباد وي وحاد الشيغي ومجد العلم علمك شرفتيسي فهو حبر أمة محمد وي واي هي ومجد القرابة قرابة لماذا شرفت هذه فهو ابن عم النبي الله صلوات الله وسلامه عليه فهو عيسو عبد الله ابن عم النبي الله نبي هنا ذير كيسوية صلوات الله وسلامه عليه ومرتبة دي اللبات ومجد العلم علم شرفت سنوه لي يعني هو روحه أسوى يروح أقصى كل مي فقد استمع له وحقصى حامي وحقسكو أرور صدي مركتي وهو يسوي كده مجد الصحبة تي لبعض نوح كده مجد القرابة تي صدح نوح كده ومجد العلم ومجد التقى هلا كعبسك شرفت هذه waxaa soro dhan ma shaqayn lahayn haddii aysan jiri lahayn middaan al yani saxaabinimo iyo qaraabanimo iyo cilmi aqoon waxba ma tareen hadduusan alla ka cabsi jiri lahayn. Tanaa marka saldhigga ah wamajdu tuqa alla ka cabsiga sharaftiisii faqad kaana wuxuu ahaa sawaaman binnahaari maalintii mid sooman oo soom badan qawaaman billeyli habeenkiina taagnaan badan oo ilaahay darti u taagan iyo salaad mustaqfiran bil asxaari suxuurtii iyo aroortiina ilaahay dembi dhaaf weydiisto mid dembi dhaaf dalbid badan xilliga suxuurta yani waqtiyada ducadu ay mustajaabada tahay oo sida maaragtay habeenkii markii saddex loo qeybiyo laba ay tagto kale ayuu ilaahay subxaana wa tacaala dambi dhaaf weydiisan jiro ilaahay baryi jiray mustaqfiran mid dambi dhaaf ilaahay weydiisto bil asxaari aroortii hore bakaa'an mid oohin badan min khashyati illaahi alla ka cabsina la ooyo حتى خدد إلى أي شحذي الدمع اللي انت خديه دامن كيسي دبا نديسة إلى اللي انت أي اللي انت كدعيس إلى هي درت سوقه إلى اللي انت أي راد سمايسي يودوين أي كلب هذي دامن كيسة إنه عبد الله بن عباس وهي رباني أمة محمد caalimkii caabidkii ummaddii nebi maxamed weeye rabbaani waxaa la dhahaa ninka caalimka oo cilmiga badan haddana caabidka ahoo cilmigiisa ku camal faro innahu cabdullaahi ibnu cabbaas weeye rabbaaniyo ummati muxamed weeye wa aclamuhaa kii ugu badiye oo ugu ogaan badnaa weeye bikitaabi illaahi kitaabka ilaahay qur-aanka kii ugu badiyey وأفقهها متك وقفها مت بنا بتأويله تفسير كقرانك وأقدرها متك وقف كريد بنا على النفود إن لدسو أولا صوت عبتو لقارو إلى أغواره قنتيسة قرانك قنتيسة كيو معناها وقف كريد بنا وي وإدراكي كي أقول قارد بناوي ماميه أجيدوين كيسا قرآن كأجيدوين كيسا كي وأسراره سرتيسا كي أقول قارد بناو أبديه وي
يعني سيرتا ماشي هذا واحد لقى هاليا فهم كآية ده هي مركي قفنا سي وفهمه قفنا وحو كفهم معنا بلان بكرة دحبها هو دقيقة هو دقيقة كلا عين كفهم كرين سيدا سوي سيدا سويان ولد ولد لابن عباس قبل الهجرة هجرة كهر بثلاث سنوات صدح سنة كهر ولما قرتي توفي الله أفسدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه رسولك مركي الله أفسدي كان له حاصلنا 13 سنة فقط صدح يطوان سنة كلية يجري مركي صوبناه الله أفسدي ومع ذلك سيدة صويتهي فقد حفظ وهو صاحب دي وصو قيبي للمسلمين مسلمين عن نبيهم نبي بعد وصاحب دي 1660 حديثا كن يلح بقول يلحذن حديث او اثبتها وصغي البخاري ومسلم بخاري ومسلم اي سغين في صحيحيهما صحيح وضعك السغين أبدا ذا كتاب صحيحين كأه أي كسوكين كن يلح بقول يلح ذا حديث ونبي خسوري صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه سقي أبيه بقى الله كره للنقض وأنا صدح يتبنشر كن يلح بقول يلح ذا حديث نهو حفتيي مركب بل هذا مركب أسبر برلق ما أنت صدح يتبنشر ما أنت جوه قال لي يا جورج ولا جمعت كرين إلى ليو أباهين أما ضفك وقدعي أما داقد وقدعي أما ملب وقدعي أما بحب يسكون مذي سجى نفتي سو أباهين وردية طريقة مركم مرة يوين قاعد تلقبته كارجة وين لقى سود دتشيو بل سبر بدك مركا إيه سود حيت من شركة حلي قاعد شوقي يكون يلح بقول يلح لنا حديث نبي صلى الله عليه وسلم كسوه في وايا ولما قرتي وضعته أمه يديس أيد الشيء مركو هذا الشيء وهو يدي أيد الشيء حملته وحي أصيغ هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكنه النبي قوى فحنكه النبي قوى عن قريه بريقه عن لفتي سوكو عن قريه فحنكه بريقه عن لفتي سيبو كو عن قرية النبي صلى الله عليه وسلم عن قرين توحى ليرا وحى عقوه الرئي المها لدى الدنسي مركو دشو فكان وحى أول ما دخل الجوف وحى عقوه الرئي أوركي سقلي ريق النبي المبارك الظاهر عن لفتي النبي بركي سنيد الظاهر كأهيد وحى عقوه الرئي أو الجوف كيسا يعلوشي سي أوركو جرتيسا وحي قالوا اوه ريي او كدغي وحي اوه ريي او كدغي وحي عن لفتي النبي بركاي سنيد الظاهر كاهيد على النسيب كاسو يشي ودخلت وي قشي عن لفتها سمعه معي سمعيدا وحا قالي ودخلت معه عن لفتها معيدنا وحا لقالي اوركيس التقوى الكعبسي والحكمة حكمة هيا الله سعدي عن لفتي النبي صلى الله عليه وسلم بركاي سنيد ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤتى قفك لسيو الحكمة حكمة قفك لسيو حكمة وحوية كلمة والبا أما الشيء والبا ماشو كوها بوية إلا ديغو كلمة والبا هذا الوبانا ماشو كوها بوية إلا ديغو شيء والبانا ماشو كوها بوية إلا ديغو تاسا حكمة ليرا هذا ومن يؤتى قفك لسيو الحكمة حكمة لسيو فقد أوتي ولسيو خيرا كثيرا خير تربضا بلسيو إلهي سبحانه وتعالى مركا نبي قنوا أدعي عبد الله بن عباس دعادي إلهي وأقبلي وآيهي وما إن حلت لك مفر عن الغلام الهاشمي ويلكي ربني هاشم تمائمه تمائم تي سي قرداس كي سي لغا مفورين يعني ما عقلي يسن بالغا وضا قرداس دكالو علم لغو حرم جري او لغو مركو عقلي يستو ويلكو خاصة تن مركو عقلي يستو مركو يرير يهي وحيالا معركتي هو يضع يساكو الكل زين كو حرتو لغا يابا لكن مركو عقلي يستمو وقلو عمرقا تو مركو حلو حر حرا
marka muusan caqliyeysano muusan garaadsan, saasaa laga wadaa. وما إن حل لغما فرن عن الغلام الهاشمي ويلك ربن هاشم تمائمه قرداس كيسي ودخل موسى جلين سن التمييز دادي كلا سعيد يقرشد موسى جلين حتى لازم إلى أولازمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها إش سي أولازمت إش يذكلي إش سي إش كلا أولازمت قد إش مركي mid hadday seexatan kalena way seexan, mid hadday dhinac egtatan kalena way la eegi sama jeedid, mid hadday xanuunsanta kalena way la xanuunsan. Yani siday ishu isha kale u laazimto kale ayuu suubanaha u laazimay oo macnaha u joogtay oosan marna oga hari jirin wey. Fakaana wuxuu ahaa ibnu cabaas يعد له مد نبي قد ياري ما وضوئه بيه سويسدا إذا هم مركو نبي قد دون أن يتوضع إنه ويسيستو وهو اللي يردف انتو يرى ويسيستو الله سوى ردي شري ويصلي وتكن شري خلفه النبي قد أشيسو كتكن شري إذا وقف مركو صوبانه صلى الله عليه وسلم يستاقى للصلاة صلاة مركو يستاقى ويكون وحوها رديفه فنجل كيسو هايو دابت صوبانو سهران يحيبو قدال كفول جري إذا عزم مركو نبقو قوان صدو أما دونو على السفر السفر مركو دونو علي عن حلو جوغو ونبقو دقن يحينا ويسادا يو ديارين شري ووو خدمين شري مركو صوبانو صلى الله عليه وسلم دون هنو عبادي استنى وحوي وكود وحران شري مركو نبو صوبانو سفر آذانا دابدو لفول جري محابا كتاكي مركا سوى صدحي تومن شرا انو كون يلح بقول يلح دان حديث حفديو او قيبو وحيالا اوفو زي كم تاي ومع ذلك صوبانو حقل هاورتي سو ميمونة وحوي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث وحي أهيد هبريرتيس بي أهيد وأسجى واحد شيء أم الفضل أما لبابة الصخرة إن أو أهيد ميمونة ولا شيء يعني عباس بن عبد المطلب كبرد وقبري وعبد الله بن عباس الشيء هي صوبناها وإن حاسكيسي ميمونة أم المؤمنين ayaa walaalo ahaa habeenka markaa suubanuhu ku qoran yahay guriga maymuuna uu iska sii xaadinin jiray maadaama habareertiisa ay tahay uusan ka xijaabanaynin si uu u soo xifdiyo sunnada nebiga sallallahu calayhi wasalam yani cabdullaahi ibnu cabaas iyo cabdullaahi ibnu cumar kadalika nebiga sal alla salam wuxuu qabay xafsa bintu cumar habeenka suubanuhu xafsa gurigeeda uu ku aadan yahayna ibnu cumar markaa halkaasuu isagana maaragtay iska xaadirin jiray marka sidaasuu ahaa marka waaya wakadalika cabdullaahi ibnu zubayr waxaa dhalay zubayr ibnu cawaam waxaa dhashay asmaa binta abi bakr baa dhashay habeenkii suubanuhu sal alla salam uu guriga caasho ku aadan yahay buu asna iska xaadirin jiray nimankii cabaadilada la dhihi jiray ee culammada noqday oo ilaahay cimrigoodana dheereeyey diintaana ilaahay subxaanahu watacaala uu sabab uga dhigay inay culimmadii ummadda noqdaan nimankan maad maqashay inay taabiciinta aqoonta badan ee diintii soo xambaaro saxaabada kasoo xambaarayna wax baray waxa weeye fursado badan bay haysteen marka ayay haysteen cabdullaahi nimanka cabaadilada le waa afarta cabdullaahi ibnu cabaas caawa ka sheekeynayno iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo cabdullaahi ibnu zubayr iyo cabdullaahi ibnu camar ibnu caas raggaasaa cabaadilo la yidhaahdaa cabdullaahi ibnu mascuud isagu waana ka weynaa da ahaan mana sii waarinba isagu waxaa laga hadlayaa 70 sano inay sii noolaayeen raggan ramajdi 60 sano nebiga gadaashiis cabdullaahi ibnu cabaasna waxaan maynayaa cabdullaahi ibnu mascuudna 70 sano kadib nebiga sal alla salam sanadkii hijriga 33 markuu ahaa xilligaasuu dhintay عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
marka abaadilada nimanka la yiraahdo ee markii hore dhalinyarada ahaa oo yaryar suubanuhu uu dhintay, haddana saxaabadii waaweyne intay ka faa'iidaysteen, haddana cimrigooda ilaahay u raajiyey oo maaragtay da'da noqday, waxa weeye ummaddu aada bay uga faa'iiday. cabdullaahi ibnu cabaas oo kale, hadda ragga uu waxbaray ee ragga aada maqasheen ee taabiciinta ahee magacaba leh oo fuqahada ahaa oo culummada ahaa oo ummaddan maaragtay ilaahay subxaana wataala markaad akhriso siiradooda aad isleedahay saxaabadii raggana kasii kulul, waxa weeye raggii waxbareen, raggii ugu badnaa wuxuu cabdullaahi ibnu cabaas buu ahaa. waaya waayahay wayakuunu wuxuu ahaa radiifahu, nebiga fangalkiisu ahaa daabadda uu saaran yahay gadaal ka fuuli jiray, idaa cazama cala safari, markuu safar goosto inuu aado, xataa qadaa ilaa uu ka ahaaday lahu, xataa qadaa lahu ilaa uu kaga ahaaday kadillihi, sida hooskiisoo kale. hoos iyo qofka miyay kala haraan? Maya, bal cabdullaahi baaba hooska ka laazimid badnaa. hooskaaba laga yaabaa habeenkii inuu kaa haro oodan arkin, habeen iyo maalinba cabdullaahi marka waa la joogi jiray suubanaha. xataa qadaa lahu ilaa uu kaga ahaaday kadillihi, sida hooskiisoo kale. yasiiru wuu socon jiray macahu, nebiga maciisa, annaa saara, meel alla meeshuu aado. wayaduuru wuu wareegi jiray, fii falakihi, wareegiisa, kayfa maa daara, si walboos u wareego, yacni kama hari jirine, hadduu maaragtay safrahayana waa la socon jiray, hadduu degan yahayna waa la joogi jiray, sidaasun baa laga wadaa. wa huwa fii kulli dalika, iyadoo sidaa ay jirto, wa huwa cabdullaahi fii kulli dalika, intaasoo dhan iyadoo ay jirto, yaxmilu wuxuu watay, os xambaarsanaa, bayna jambayhi, labadiisa dhinac dhexdooda wuxuu ku watay, qalban, qalbi, waaciyan, wax weeleeyo. qof baaba maantana wax lagu shubahayaayo tanag dabadu leela, waxba aan weelaynaynin. isagu waxa weeye sidaasuu nebiga u laazimay, waxaa usii dheeraa, wuxuu watay oo sitay, qalban waaciyan, qalbi wax weeleeyo, iyo wadihnan, miyir saafiyan, saafi ah, yacni fudayd iyo waxba kuma jirin, iyo hilmaan, iyo waxaafidatan, fahmo, duunahaa ay ka hooseeyaan, kullu alaati tasjiili, qalab kasta oo wax lagu duubo, allatii carafahaa, la yaqaano, alcasru alxadiisu, waqtigan hadda casriga ah, qalab kasta oo wax lagu duubo oo casri ahoo hadda la garanayo, fahmo ka dhaqso badan oo ka degdeg badan oo ka duubis badan oo ka weelayn og buu wata oo ilaahay siiyey subxaana wa tacaala. yaani qalabka casriga ee maanta wax lagu duubo ee maanta dhan inta halkaa la geliyo wax alla wixii meesha ka dhaco duubayo oo record garaynayo hadhowna dib lagu soo ceshanayo, fahmo ka dhaqso badan ayuu watay. marka wuxuu isku darsaday qalbi wax weeleeyo, miyir iyo degenaansho, iyo fahmo wax duubto, waxaasoo dhan buu isku darsaday, iyo ducadii nebiga sal allahu alayhi wasalam. xadatha wuu ka sheekeeyey can nafsihi, naftiisoo qaala, wuxuu yidhi, hama wuxuu damcay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, bilwuduu'i, weyso ayuu doonay, daata maratin, mararka ka mid a, nebigu wuxuu u baahday weyso. famaa asraca, maxaa ka dhaqso badan, an acdadtu lahu, inaan u diyaariyey, almaa, biyihii, markiiba intaan taw iri baan biyihii u keenay. fasurra, nebigu waa ku farxay, bimaa sanactu, wixii aan sameeyey waa ku farxay, wuu ku farxay. walamaa goortii hama uu doonay nebigu bisalaati, salaad markuu doonay inuu u istaago tukado, ashaara ilaya, wuxuu ii tilmaamay, an aqifa, inaan istaago, biizaa'ihi, dhinaciisa, isoo garo istaag buu yidhi, haddana nebigu salaadii uu iska galay. fawaqaftu, waxaan istaagay, buu yidhi, khalfahu, gadaashiisaan istaagay, lama simanine, gadaashiisaan istaagay. falama intahat isalaatu, salaadii markay dhammaatoy oo nebigu uu tukaday, maala calaya, way soo jaleeco, waqaala, wuxuu yidhi, maa manacaka, maxaa kuu diiday, an takuuna, inaad ahaato, biizaa'i, dhinacayga, yaa cabdallah, cabdullaahi ow, maxaa kuu diiday inaad igu garab tukato, isoo garab istaagto. faqultu, waxaan ku yidhi, anta ajallu fii caynii,
أنت أديك أيا جل كلو إن مارتي أنت أديك أيا الجل في عيني إن دهيك أديك كلوين وأعز أديك كشرف بدن من أن أوازيك إن كل سنتو يا رسول الله أديك إن دهيك أديك كلوين كلنا شرف بدن إنا كو قرب استاغو يعني صوبنا هنا كو قرب دير ديو سا او قرب استاغو بين نفتي سيون ويدي مكاسو حرمة النبي وحرمة درت بو قدال او قدقي مركا وكو كذي مركا أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك إنا كل سنتو وسكو كا قرب دير ديو يا رسول الله رسول في إلهي فرفع قرب وقاضي يديه قعمي سيلا سماي سمده وقاضي صوبنه وقال وحيري اللهم آته الحكمة إله حكمة سي ولكن يركي أنت عقرتي إله حكمة سي مرك حديث كان أصل كزوح الله صحيح عنك وقرآن البخاري مسلم دعاء نبي ودعي عبد الله بن عباس حكمة ودعي وقد استجاب الله إلهي واجيبي أو واقبلي دعوة نبيه نبي سبريدي سي إلهي واقبلي دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام بريدي النبي صلى الله عليه وسلم فآتى إلهي أوسي الغلام الهاشمي ولك رابني هاشم من الحكمة حكمة حقيدة ما شيء بوسيي فاق كسر مري ما فاق به أصادين الحكماء وح كسر مري حكمة مارتي كسر مري سي أصادين الحكماء تلك حكومة oo waaweyn oo rug cadaaga ah wax ka sara mariyay oo xikmadahu ilaahay siiyay subxaana wa tacaala ayuu ilaahay siiyay asaatiin alxukumaa bimacnaa akaabiir alxukumaa nimanka maqaawiirta ee akaabiirta ahee rug cadaaga ahee waaweyn oo xukumada ah ee maaragtay wax ka sara mariyay ayuu ilaahay siiyay subxaana wa tacaala alyacni waxa uu cabirayaa marka iyada ah markii cumar bin khataab uu yiri saxaabo waaweyn oo meesha fadhiday uu ku yiri suuraddana suuratu nasri idaa jaa nasrullahi walfatxu maxay ka hadlaysaa markaasaa cabdullahi bin cabaasna meeshuu fadhiyaa isagoo wiil yar ah buntuu gacanta soo qabso meelaha uu majaalista uu joogo ayuu garabkiisa fariisin jiray ilaa cumar wuu ogaa ninkaanu inay nin caadi a uusan ahayn nebigu u duceeyey xikmad badanna uu leeyahay haba da' yaraade eh marka odayaashii saxaabadu waxay dhaheen wiilal isaga la-eg baa noo joogay wiilkan yarka ah waxaad noogu daba wadaa oo golahanaga iyo majliskeena mar walba u keenaysa marka inuu tusu rabaa ninka ninka nin caadi a inuusan ahayn wuxuu yidhi suuratu nasri idaa jaa nasrullahi walfatx maxay ka hadlaysaa markaasa waxay dhaheen ilaahay wuxuu yidhi idaa jaa nasrullahi hadduu yimaado nasriga ilaahi walfatx iyo furashadii oo maka la furto oo wara'ayta annaasa dadkiina aada aragto yadkhuluuna fii diini illahi iyagoo diinta ilaahay soo gelayo afwaajan koox koox usoo gelayo markaasay waxay yidhaahdeen fasabbix bixamdi rabbika wastakfiru cabdullahi bin cabaas wuxuu yidhi adigana masaasaad u malayn maya wuxuu yidhi suuraddu waxay ka hadlaysaa ajashi nebiga geeridii nebiga ka hadlaysa yacni intaasuu dheeraa marka dadka waana wiil yar marka markuu leeyahay xikmad ka sara martay dadka xukamada ahaayoo jilib culayska ahaa oo ruug cadaaga ahaa taasuu marka ka wadaa waqad istajaaba allahu ilaahay waajiibay dacwata nabiyihi calayhi salaatu wasalaam dacwadii iyo baryadii nebigiisa fa aataa ilaahay wuxuu siiyey alghulaam alhaashimiya wiilkii reer bani haashim min alxikmati xikmadda xaggeeda maa afaaqa bihi asaadiin alxukamaa wax ka sara mariyo oo inuu ka sara maraba sababay odayaashii waaweynaa iyo xukamadii ayuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala walaa rayba shaki kuma jiro fii annaka adigu in adigu tawaddu aada jeceshahay an taqifa inaad ogaato calaa suuratin muuqaal iyo tilmaan min suwari xikmati cabdullaahi ibni cabaas cabdullaahi ibni cabaas xikmadihii uu la siiyey hadda la sheegahayo qaar ka mida inaad ogaato xikmadaha la siiyey qaar ka mida inaad ogaato inaad jeceshahay shaki kuma jiru ku leeyahay ninka akhrinayow ama qofka dhegaysanayow bal xikmadahaas bal wax ka mid inaad wax ka ogaato fa ilayka u kaalay oho haada almowqifa booskan
ففيه بوس كان وحا كسوغان بعض مما تريد وحا دونيس وح كمدها كسوغان حكمتها عبد الله بن عباس إلهي سيئ ودربتين أدوغاتو قار كمد وكوانا أوكالي هاد من كدقيسو وياه لما قرت اعتزل أي قوني أبحين بعض أصحاب علي علي صحابتي سقار كمدا مركي قوني أبحين ويقذوذين أو وخذلوه أي قربتي سكبحين في نزاعه دوديسي وكل جري مع معاوية رضي الله عنهما لابد وضب الله كوضر على نقضي معاوية هي علي مركي قار كمدا أصحابتي علي أي علي كقذوذين قوني أبحين قال وحي عبد الله بن عباس لعلي علي وحي كير رضي الله عنه إذن لي إذن يا أمير المؤمنين أن آتي القوم حق إن أتقوا وأكلمهم أن لحظ له يفس على صحر لئي قصة دوات قرانا يساني وحوي حلقي نبي صلى الله عليه وسلم مركو قيريو ذي خلافة أبو بكر باقفتي مسلمين تو حلقي أبو بكر خلافه وحيي إن بدن وكو يردومي أو ماركتي قار حتى نينما إشاكتين صحابة دي وحي سوغوتا كان سيدي ذاتك حروف ردة ما أتلوغتا يبقى ذن لها وذاتك الدين تلوغو سوعلين لها إلهي وكو قولي سبحانه وتعالى دي بدن بها مرين وحي كو حقي عمر من الخطاب أو طوان سنة يبلها يي طوان كا سنة يبلها سمسلمين تو هل جهي أسعودين إسلام كنوا بلارنا هيي روم يا فارس نوال سوء بجنبيي وحوي غني بضل نوال اهل الاسلام كن وافافي حلق عثمان لبي طبعا سنة عثمان خلافة هيي اللحظة سنة وقوه الرئيس وحو البوح يكسو عدنان سيد إله وطرق قلي لحظة دمب بن آدم كوحسي وحد دير هذا مش علو لأنه ماشي أسكفر ديو مضحة سكة سوء خير بضل يهدر إلى اللور هذين تدكو حيسكج عليهين إنه مد كان إمامه مد كده كوكا لا إمامه مد كده كوكا لا إمامه ساس يسكت جالين لبيه تون صار مركو واحد دراتي لح سنة مركو هي أو واحد بس في عن السعودية لح دي سنة والضمبة هي هذا البلوضي نما في التو في النوضيال أو خير درن أو قاركوا إذا المسلمين هاي نما جع مسلمان شجعنا يان أو يهود في السعودية دوماتي أيهين هي في تم بلاوي أتمنى بروح لقى شجعي عدالة درب السماء باليري walaalkiibu meel u dhiiba la yiri intaas wax uu sameeyaa la yiri xaq wax ka hadlayaa la yiri qoyska reebana umay oo khilaafadii ka simaa la yiri sad bursi baa lagu sheegay waxaas oo dhan oo wax la taaban karo hadda aysan jirin ayaa bilaabatay meeshan amur baa ka socotay ilaahay nabiga muuse sana waa sii sheegay fitan inuu dhici doono wax waa laga qaban karana ma ahayn laakiin waxay sababtaas ay ku bilaabatay susaad u doob ilaahay wuxuu xugmay عثمان بن عفان مدينة انت لو إمازو إلا الدلو لما السبب حيستي أو كمان كن أه أو كسوه شي عثمان إني دلان هي مقالة دي عثمان نوحو يري قف أنا حقا يكسو عضو انتو قوري قاسد نوان كان يوصل لدك على من مدونا هلا بوقف في مسلمين مد أنا الدفاعي مد يجيدو إنو دي قوض اسكو داتو وحي إلهي يقوري دافي مهي فراه لك قاضي مسلمين تي بدن كودين حلي حج بي هيدا والا مقنا عائشة ايو ام المؤمنين ايو طلحة ابن عبيد الله ايو الزبير ابن عوام ايو حج بدن نوام مقناين ايضو حج في اللقو جيرو عثمان لدلي نمان كان وحبي دلي على اسم الله هين ماشا ام بيقال قايلين دونان حركة انت عليك ودلة هين اميركي خليف كي مسلمين تي دلان لقا مفلين مركا عثمان مركي للدلي بدك حاجة يكون مقنع انت وضيب بالنيد وحي مقنع عثمان نواة للدلي علي نواة والا دورت ويكاحو مع ذي المركة هدي عثمان للدلي علي دور شيء كما يحو علي هابا للدورتو او نين هاتا كم وضن نوفي تشوقيني لكن نمانكي عثمان دلي نواة تشوقان مقاردة ومحو تلابا او قادي واي ونمك وقع مارتي نمك وقع قبام واي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسقنا وحو استصي وانا سيد الصواب كأحيد بلين المسلمين تحو قيستان أولي سوء ما ذا أولا تشغل ونما كان لك الفرصة حتى كنن يلا بكنونن يصدح كنونن يأفر كنونن يوبا بعدي كرو
dadku isku baabi'i ma ahane bal khasaaraha in la yareeyo nimanka la kala furfuro oo khilaafadu ay xoogaysato oo ay caga dhigato oo beeca la galo gobollada oo dhan ayuu isaguna istusay. Iyaguna waxay dhaheen maxaa tallaabo looga qaadi waayo, yaani qofka hadduuna meesha markaa joogin sawir baa u muuqanaya, warna waa loosoo tabanayaa. Cuhmaanna waa la dilay, nimankii cuhmaan dilayna cali bay beeca la galeen. Cali baana ummaddii hadda kursiga ugu fadhiya, nimankina waa taataagan yihiin hebel iyo hebel iyadoo la garanayo oo say ku dhacday. Waa laga xumaaday. Caaisha iyo Talxa iyo Zubayr iyo maba ay soo aadeen Madiine, halkaa ayay Basra ay aadeen. Mucaawiya ibn Abi Sufyaan oo gubernatore ka ahaa Shaamna beecadii waaba diiday bu waaba diiday inuu beeca la gala Cali ibn Abi Talib. Halkaasaa fitnadu ka bilaabatay. Waxa weeye dee nasiib darray ahayd saxaabadii nebiga inay marka islaayaan, nasiib darray ahayd. Marka Cali ibn Abi Talib marka iyo Cali markay isku hor imaadeen, Cali markaa Mucaawiye iyo waxaan ka wadaa iyo Cali ibn Abi Talib, Mucaawiye marka waxaa la socda Caaisha iyo Zubayr iyo Talxa iyo rag badan ayaa la socdo, Camar ibn Caas iyo rag badan baa la socda. Waa un saxaabadii nebiga waxaa labada saf kala galay, waxay dhaleen waxa dala 1 iyo 2 la dhihi karama intooda badan. Dadkii qasoodayaasha ahaana waa joogaan oo qaskay rabaa inay ka faa'iidaystaan, oo haddii nabad la helo la heshiiyo iyaga la dayn mahay way ogyihiin in la dagaalamay rabaan oo arrintaba gacanta ka baxdo ayay rabaan. Markii dagaalkii dhacay oo Cali uu guulaystay, nimankii Cali la socday qaar ka mid ah ayaa gadooday. Kuwaas wey markuu ku leeyahay Cabdullahi ibn Cabaas, aniga ii dir, anaa aadaye ii dir, aniga ii dir. Kuwaas wey lama goortay ictizaala ay gooni u baxeen bacdu asxaabi caliyin, Cali asxaabtiisii saaxiibadiis ama dadkii la socday qaar ka mid a, wakhadaluhu ay hoojiyeen oo garabkiisa ka baxeen, fii nizaacihi doodiisii, maca mucaawiyata radiallahu canhu, mucaawiye uu kula jiray radiallahu canhumaa, mucaawiye iyo cali ba allaha ka raali noqdee. Qaala wuxuu yihi cabdullahi ibnu cabaas licaliyin, marka sida ugu fiican waxa weeye maadaama dagaal fitan oo saxaabada dhex maray uu yahay inaan la dhihin kanaa khaldana iyo kanaa khaldana iyo kanaa saxsana iyo kanaa ehlu naara iyo kanaa sidaasa, waxa weeye sidaa in looga gaabsado. Kuwaasna ilaahay dembigooda ha dhaafo, kuwaana ilaahay ha ka raali noqdo, kuwaana ilaahay ka raali ha noqdo. Marka sidaasuu u leeyay. Marka radiallahu tacaala canhumaa, wuxuu isku qabtay Cali ibn Abi Talib iyo Mucaawiye oo labadiis ka soo horjeeday, labadiiba allaha ka raali noqdo, sidaasaa ugu fiican. Marka dhe qaala wuxuu yihi cabdullahi ibnu cabaas licaliyin, wuxuu ku yihi radiallahu canhu, idan li idan yaa amiira almu'miniin, an aatiya alqowma, ragga inaan u tago, wa ukallimahum, aan la soo hadlo. Faqaala wuxuu yihi caliyi, innii anigu atakhawafu, waxaan kaaga baqayaa, calayka adiga dushaada, minhum, ayagaan kaaga baqayaa inay ku dilaan. Innii atakhawafu calayka minhum, waxaan kaaga baqayaa inay ku dilaan. Faqaala wuxuu yihi kallaa, idili mahayaan, insha allah, haddii ilaahay doono. Kolleytayda dhaafi mahaye, bal aan la soo hadlo, un la soo xaajoodo. Uma dakhala calayhim, waa usoo galay nimankii. Marka waxa maaragtay markii horena fitnada inta badan ka shaqaynahayay baa ka buuxa meesha. Waa firqada khawaarijta la yidhaha meeshay ka bilaabmaysa wey, waana kuwa marka dambe Cali dili doono. Waxay go'aansadeen dagaalku sooma socda, haa, Calina in la dilo, Mucaawiyena la dilo. Rag bay magacowdeen, raggii muslimiinta markaa ugu cadcadaa labadaba, in labada dhinacba oo dagaalamaya madaxdooda in la laayo oo iyagu meesha ay kasoo baxaan. Saasa iyaga marka taladooda qorshahooda ku jiro. Marka nimankaa weeye uma dakhala calayhim, waa usoo galay, falam yara, muusan arag cabdullahi ibnu cabaas qowman qoom qadu, weligii ashadda kaga daran, ijtihaadan minhum, dadaalka ay ku dadaalayaan, fil cibaadati cibaadada, niman ka dadaal badan oo ka quran akhrin badan oo ka cibaado badan oo ka salaatu leyl badan, weligii muusan arag. Faqaaluhu waxay ku dhaheen, marka diintii bay haystaan laakiin qalooc bay u haystaan, way ku qalloocatay, fahamkii baa ku qalloocday. Soo ma jeedid? Fahamkii baa ku qalloocday. Faqaaluu waxay yidhahdeen, xaba bika, soo dhawow yabni cabaas, yabna cabaas, ina cabaasow, soo dhawow, maa jaa bika, maxaa ku keenay ood la socotay? 20,000 wey marka nimankaasi goonida u baxay. Faqaala wuxuu yihi, ji'tu, waxaan u imid, uxadithukum, inaan idinla hadlo,
أمبال إسوار إسانو أيان أو إمي. فقال بعضهم قاركود واحد هن لا تحدثوا وحبها كدك سن هلا هلنا سوق هودي هنا هو فرنا. وقال بعضهم قارن واحد هن قل له نسمع منك وكدك سن هاي بالحضل بالحضل. فقال وحو يرمركا أخبروني إيه شيئا ما تنقمون واحد كهي ستان وكوكون ستين على ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كينا ديركي وزوج ابنته كبدي سزوج كيدين أها وأول من آمن به قفك وقوه الرئي والرمئين أها من الأطفال حقا تلين يرضا يعني علي بن أبي طالب قرق النبي بجوغي النبي صلى الله عليه وسلم مركي الله وحيوني مركا إن وحلا بدن يعقوب كوه ريح رمي إن أهل خديجة بنت خويلد أم المؤمنين إن علي بن أبي طالب نويل يرى جورج شوقها زيد بن حارثة نويل يرى جورج شوقها أبو بكر صديقنا النبي صلى الله عليه وسلم قف كوه وابوها سجن وارج قف كوه ريح دف كوه ريح رمي وي وحلا كلا رجح ويا مركا كيا هريي ما خديجة هوريسي ما أبو بكر بهوريي ما علي بهوريي ما زيد بهوريي يا هوريي سيمرك اللي سوا فجي قفل بحق يسيب عن لا عن لا عن لا دافن وحليري حق الدمر كخديجة هوريسي حق الرجق عن جار كان أبي بكر بهوريي حق دلني يردن علي أبي طالب هوريي حق موالدنا زيد بن حارثة هوريي سيدا سمرك قفل بحق يسوق كه ليا مركا تسوق كه ليا وأول من آمن به مكساس ولي من قفك وجوه الرئي الرمي هدي لي علي بقى وجوه الرئي قف رمي خلد معها هدي لي خديجة وجوه الرئيسي خلد معها هدي لي أبو بكر بقى وساس قف مدن خلد معها مركز صدح سفوه الشيخ وحيري ابن عم رسول الله وزوج ابنته وأول من آمن به أها محاك إنك صدح هذا سفوه نبغي نادير كي أه كبدي النبي قبي معناها هو من قبوين نبي صلى الله عليه وسلم ننحن او دين تيسا شكل لوغا قبا و قبا ديسا كومو درهم بو مركا انو قبا دي نبي صلى الله عليه وسلم قبيبا وحي بتاحي تلمان وحي اوتا نكان انو هلو خيري حي سوكو نول الجنة والوغو بشاري ذاتكي اوغوه الرئي الرميين واها بحال كو قونسا تيم بيري قالوا وحي لهن ننقيم عليه ثلاثة امور وحن كو قونسا ني ثلاثة أمور صدح الريموت بنكو حيسنة بيده صدح الريموت بنكو حيسنة قالوا وحروا ما هي محي تصدح الريموت كو حيسنة قالوا وحي دهين أولها مدوغوه الرئيسو أنه حكم الرجال رق بوجر حكومة في دين الله دينة إلهي بوجر رق حكومة وحال روي دينة إلهي أيضو إنه حكومة شريعة ويقولون تهين للرعاون بيربتية رق بو يري انتو ساري ايو يري دين تي الهي حكومة وحكرا حكومة اللي عن رقو شيق ينا وحو يمركي تقالكم انتو ندعين ايا بوحي يبرسي صحابة ذان اي المهو ذي بلوك لبدادي دي قوضة دي كمسلمين تا علي او نينا تكو كالسون تا سود درسو معاوية او نينا تكو كالسون تا سود درسو هوا ذا حضلين كد منو حسلم يلدقين علي بن ابي طالب وحو سود درسو ابو موسى الاشعري معاوية بن أبي سفيان وحسود رسي عامر بن عاص وهي وضع هاللين وحي كوة قضاء بذل اسكوة افقرت وحوها وضع النمبة حتى نوال بهاي راهدو أمير نبضة وشيغانا يهكا تنزلو مركي اللي بقفو عادي وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان نقضان كدب مركي هارين تهلكا عن كب اللونو ومارثي هذا نوال بحلك وشيغانا يهكا تنزلو مركي علي واقبالي مركبو علي واقبالي علي مركو أقبالي لين عكلي كسر عمو إذا مركا أرين تانا دوا قرن الدجال إنه دعوه مركا وحي كحو ما ذن سيل لبنن لو يري وحكومة سيل لو يري كتاب إلهي بابا يالي فهم كهلك ما شو كهل رعدي هالك أوي مركا أولها مد وجه رئيس أنه حكم وحو حكم الرجال رجب يري حكومة في دين الله دين تي إلهي وثانيها مد لبعض نانكو هاي سننا أنه قاتل وحول الدقالمي عائشة ومعاوية معاوية عاشو الدقالمي يعني مشو اللي عاشو الدقالمي أمنا عائشة وحي لسعوتي دين عن معاوية هي لسعوتي وضدكي مركي حاجة كومغناي الله الشيقة بيكمي ذاهيد علي إن عثمان اللي دلي علي من أبي ظالمنا
ficala la galay bay ka mid ahayd. Marka ii sheegeen wixii ugu horreeyo markuu dagaalku dhacay waxay ahaydna badbaadadeedii in la badbaadiyo gurigeeda lagu soo celiyo. Zubayr iyo Dalxa meesha lagu dilay, laakiin Umuna Caaisha waxa weeye waxay rtigii ay saarnayd saxaabadu isku hareereeyeen, haddii xataa rtigaas waxa noqdo inaysan dhulka ku dhicin oysan maaratay gacmaha loo horreeyey saysan waxu noqonin, tartiib baana gurigeeda loogu soo celiyey. Marka saasuu ka wadaa marka, laakiin isku horimaadku wuxuu u dhexeeyey Mucaawiya Cali ibn Abi Talib buu ahaa. Wathaaniha, midda labaad, annahu qaatala, wuxuu la dagaalamay Caaishata wa Mucaawiya walam, marka kamay xumo seebu la dagaalamay Mucaawiya Caasha maaha, waxay ka xun yihiin fiirsa hadda. Walam yakhud, mana uusan qaadan bay dhaheen qanaaima, qaniimadii muusan qaadan oo muuna qanimaysan xoolahoodii. Walaa sabaaya, mana uusan qafaalanino sidii dadkii jihaadka nabi sallallahu calayhi wasallam uu la dirirahay mushrikiintii. Waxa weeye mushrikiinta markii la jabiyo waxa weeye xoolahoodana waa la qanimaysanayay, dadkoodana waa la soo qafaalanayay wixii gacanta lagu dhigo. Yacni markuu dagaalamay oo iska gacan sarreeyey Mucaawiya, qaniimadiina xoolihiina muuna qanimaysan, dumarkiina muusa soo qafaalanaya carruurtii. Meeshay ka caraysayeen bulshiyada fogaanteeda. Markaa fiiri Cali ibn Abi Talibna dardaarinkiisa wuxuu ahaa inaan qofna la eriyoon, qof dhaawaca la israacin, waxa weeye aan maaragtay la ilaaliyo dadkan, waa dad muslimiin oo dagaalamaya in la ilaaliyo. Maalintii la diray maaragtay Zubayr ibn Cawaam mise Dalxa midkood, Dalxa inuu ahaaban umaynaya, ayaa maaragtay Cali ibn Abi Talib markuu arkay meydkiisi intuu soo qaaday yuu ciidda ka jafay. Markaasu wuxuu yidhi laytani mitu qabla hada alyowm bicishriina sana, shallaytadayde ee 20 sano hadda ka hor inaad dhintaa ii fiicnayd. 20 sano maanta soo maaha waxa raggii jannada lagu bishara iyagoo nool, waxa maaragtay gacantii muslimiinta ku dhintay soo maaha labadii saf dhexdooda. Marka sidaasuu uga xumaabo Cali ibn Abi Talib radiyallahu tacaala canhu. Muxuu marka qafaalashay dal la qafaalashay iska badaa iyo xoolo la qanimaystay iska badaabo. Ayagu marka waxay ka caraysan yihiin dagaal buuna geliyey, qanimana ma qaadan, dadkina ma qafaalan. Wathaalithaha, midda saddexaadna, annahu maxaa wuxuu tiray can nafsihi, naftiisa wuxuu ka tiray laqaba amiiri lmu'miniin, amiiri lmu'miniinkii laqabkii ahaabuu ka tiray naftiisa, maca anna almuslimiina, iyadoo ay jirto in muslimiintu qad baayacuuha, ay la baayactameen, wa amaruuha, amiirna ay ka dhigteen. Markii la wada xaajoonayey soo Abu Musa al-Ash'ari oo ka socday dhinaca Cali iyo Camar ibn Caas oo ka socday dhinaca Mucaawiya, maysan dhihin labada nin baan cazillo. Cali markii waa aqbalay seeb uu amiirnimadii muslimiinta oon la baayactanay uu oga tanaasulay. Saddex arrimood baan ku haysanaa, waana 20,000 oo nimanka goonida u baxay. Faqaala ibn Cabaas, wuxuu yidhi markaa bal fiir caqligiisa. Markaa Cabdullaahi ibn Cabaas xikmadaha ilaahay uu siiyey oo nebiguna ugu duceeyey, bal fiiri hadda marka sida wax u daweeyey. Faqaala, wuxuu yidhi Cabdullaahi ibn Cabaas, araayitum, bal ka warrama, in asmactukum, haddaan idin maqashiyo, min kitaabi illaahi, kitaabka ilaahay, waxadastukum, aan idin kaga sheekeeyo, min xadiidi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay xadiiskiisa, maa laa tunkiruuna, waxaynaan inkiri karin, afa tarjicuuna, ma ka noqonaysaan, cama antum fiihi, waxaad ku sugan tihiin, iyo gadoodkan iyo gooni ubaxa, ma ka noqonaysaan, haddaan idinka tuso kitaabka ilaahay iyo sunnadii nebiga, axaadiista nebiga, haddaan idinka tuso. Qaalu, waxay dhaheen nacam haa. Qaala, wuxuu yidhi amaa qawlukum, hadalkiina aad tidhaahdeen, innahu xakama rijaala, rag buu xukuma yidhi, fii diini illaahi, diintii ilaahay oo xaakimiin uu ka dhigay, fallahu subxaanahu watacaala, ilaahay subxaanahu watacaala yaquulu, wuxuu leeyahay, yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum, waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaa'un mithlu maa qatala min annacam yaxkumu bihi dawa cadli minkum. Ilaahay wuxuu yihi, yaa ayuha aladiina aamanuu, dadka iimaanka laga helayow, laa taqtuluu, ha dilina, assayda, ugaartii, wa antum adinkoo xurumun, muxrimiin ah, oo xajinayo, hadilina. Muxrim waxa weeye ninka markuu qofku markuu xaj ka xirto labayka uu yidhaahdo, ama xaj ama cimro uu xirto laga bilaabo saacaddaas waa muxrim weey. Muxrimkaasi waxyaalaha laga reebay inuu sameeyo waxaa ka mid a ugaarta, inuu ugaarsado.
ugaartaasi noocay doonto ha noqoto, ha noqoto ugaar waaweyn, goraya ha noqoto, biciid ha noqoto, goodir ha noqoto, sagaara ha noqoto, shimbira ha noqoto, qoolleyda meesha ayaa cabsa biyaha cabbayso, ka leexo, ku istaagini, ugaartay ka mid tahay. Marka qofku muxrim markuu noqdo waa laga reebay. laa taqtuluu, ha dilina asayda, ugaartii ha dilina, wa antum xurumun, adinkoo muxrimiin ah, waman qatalahu, qofkii dilo oo minkum idinka mid ah, adinkaa muxrimiinta muslimiinta ah, xujaajta idinka mid ah, mutacamidan si ula kac ahna u dilo, oo qasdi iyo ula kac u dilo, yani maxaa laga wadaa dhaakiran, haddana dhaakiran liixraami, isagoo iga xasuusan inuu muxrim yahay, xasuusan iloofsanayn, sidaa ku dilo. فجزاء مثل ما قتل لا بقرا وي فجزاء مثل ما قتل لا بقرا كلي فجزاء فعليه دشي سوحا هذه جزاء كفاره قد وما هي تهي مثل ما قتل وحي ودلي او كلو من النعم النعمه ولي اه هذو قريا دلي نفقي لانه inuu maaragtay sadaqaysta weeye oo ku gowraco xaram ku gowraco. Hadduu goodir dilay ama dameer farow dilay ama biciid dilay ama loogisii dilayna sac baa laga rabaa neef lo ah wax u dhigmo. Hadduu sagaalo dilay ama eelo dilay ama garanuug dilay ama wax lamid ahna neef ari ahaa laga rabaa. Macnaha waxaa lagu qiyaasayaa ugaarta laba nooca, nooc waa nooc lagu qiyaasi karo xagga muuqaalka iyo barta iyo wax lamid a nimcoolayda. Nimcoolayda waa geela iyo ariga lo'da. Ugaartu marka hadday shabihi karto nimcoolayda, gorayadii waxaa la yidhi geel bay u egtaa, mada luqun dheer iyo waxay leedahay iyo afar adin iyo sidii qaab geel bay leedahay, ninkii goraya dilay neef geela waa inuu hadiya ahaan u bixiyaa oo sadaqaystaa oo umadda u qalaa. Ninkii biciid iyo goodir iyo dilayna sac baa laga rabaa. ninkii sagaaray wax lamid dileen neef ariha laga rabaa. Wixii aan tashbiihi geli karin oo sida shimbirihii wixii lamid ahan waa la qiimeyn baa liyo marka waa la qiimeyn yaa marka qiimeynayo. Ilaahay wuxuu yidhi maaragtay waman qatalahu, qofkii dilo minkum idinka mid a adinka muxrimiinta mutacamidan ula kacna u dilo fajazaaun facaleyhi dushiisa waxaa ahay jazaaun kafaara gud mithlu maa qatala wuxuu dilay oo kaleo min annacami nicmowley ah yaxkumu waxaa xukumahayo qiimeynayo bihi shayga dawa cadlin minkum laba ehelu cadlihoo idinka mid ah laba cadaalad u saaxiiba oo idinka mid ah. Bal fiiri hadda aayadda lafteeda yaxkumu bihi dawa cadlin tiri. Markaasu wuxuu yidhi anshudukum ullaha, ilaahay baan idinku dhaarshay, afa xukmu rijaali, rag inay xukumaan fii xaqni dimaa'ihim, dhiiggooda inay ka badbaadiyaan iyo wa anfusihim naftooda iyo wa salaaxi daati baynihim, dhexdhexaadinta iyo heshiisiinta dhexdooda, miyaa axaqu u mudan amise xukmuhum xukunkooda ay xukumahayaan fii arnabin bakayle samanuhaa qiimihiisuba rubcu dirhamin rubcu dirham uu yahay bakayle qiimihiisuba rubcu dirham yahay baa la yidhi laba nin oo dawa cadlin ha xukumeen. Marka bakaylahaas ribciisuba qiimihiisuba rubcu dirham yahay iyo inay laba nin dhiigga muslimiinta kala badbaadiyaan oo islaax daata bayn dhexdooda dhigaan kaa u xaqnimo badan. Hadda maxay ku jawaabayaan? Faqaaluu waxay dhaheen bal iska daaye fii xaqni dimaa'i lmuslimiin, dhiigga muslimiintoo la kala badbaadiyo iyo wa salaaxi daati baynihim, islaax dhexdooda la dhigo ayaa u xaq badan, taasaa u xaq badan. Faqaala wuxuu yidhi akharajnaa min hadihi, taa maka baxnay, haa maka qanacdeen, haa waa ka qanacnay, waa ku saxsan tahay. Haddii baa la yidhi bakayle qofkii dilay laba nin ha loo saaro dawa cadilna ha xukumeen, maxaa diidahay marka muslimiin la kala badbaadinayo? Maxaa diiday inay laba nin kala xukumaan? Faqaaluu waxay dhaheen allahuma nacam, alla ilahay haa, waa ka gudubnay taa iyada, waa ka buskoonay. Qaala wuxuu yidhi amaa qowlukum, hadalkiina alleedihi ina caliyan cali qaatala wuu dagaalamo walam yasbi, mana uusan qafaalan kamaa sabaas wuxuu qafaashay rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalam, rasuulkii ilaahay markuu dadka la dagaalamayo siduu u qafaalan jiray dadkii la qabsaday, cali umasoo qafaalan. Afakuntum waxaad tihiin
تريدون كو دون هيو ان تصبوا ان قفالتان امكم عائشه هويدن عائشه ان قفالتان مياد ربتان وتستحلونها اد بنيستان كما تستحلوا سيدا لو بنيستو اسبايا ددك لا سو قفاشو ادومدا اها ما هويدن عائشه ان ادون ستان اساسا وجيدان فان قلتم هدا تراهدان نعم ها فقد كفرتم بقى قالودين وقفك يراهد امهات المؤمنين بان قفالنيا وبنيسانيا بالاجماع قد كفر وقال شككم مجرى بكا فان قلتم نعم هدا تراهدان امنا عائشه قفالنا فقد كفرتم بقى قالودين وان قلتم هدا تراهدان انها ليست بامكم هويدين ما هدا تراهدان كفرتم ايضا هدنا واقلودين وايد قران هد بين السين هو ينو ما هدنا فالله سبحانه وتعالى يقول النبي النبي اولى ومت ومارتي ومت كمضا بالمؤمنين مؤمنين تا من انفسهم نفطو دا سقا كمضا قال يعني ان قف كمؤمن كان نفتيسا هي صوبنا هدا السنتان قف وانو نفتيسا بحيا وصوبنا هورمريا ساسوي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه زوجات كي سنة أمهاتهم هويوي كودوي سوصات إله مردين ها مرك هوي ذا ما هذا ترى هذا نعيد القرآن كالدين سين هذا ترى هوي ذا نقفالين إن نواد قالوا ذين فاختاروا هكلي عفر مرك إن كان نقدان كل شيء جاه حي فاختاروا دورت اللي أنفسكم نفتي إن ما شيوت محد دونتان لا بد رميت وروي إما إن كان نقدان واحد قبتين وإما إن ترى هذا نعم هوي ذا نما هم وقفالين وحربتها هاتين فهذا حبك مدحيا لا بد أصلا وقال نمو ثم قال وحر أخرجنا من هذه أيضا تنا ما كبحنا فقال واحد اللهم نعمها وانا يقرح الشيطان قال وحر ملك قابك ولد وذي فير مركا مران يشتقشق مجران أدي اللهم بالكينية قال وحر وأما قولكم هذا الكين إن عليا علي با قد محات ترتري عن نفسه نفتي سلقب إمرة المؤمنين إمارة المؤمنين تا أولودي بي يمدحت النمدي مسلمين تا أيو نفتي سكتر تري آتر هذين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي إلهي حين قورتي طلب وكدل بي من المشركين مشركين تا يوم الحديبية ما ننتي حديبية أن يكتبوا إن القرآن في الصلح هشيسكي الذي هشيسكي سو عقده معهم أولق علي محو هشيسكو هذا كان ما قضى عليه محمد رسول الله ما قال طوحه كل حكم تجي كله شيء وي عليه أسجب محمد رسول الله نبي محمد كرسول كإله يوحى كله شيء وي قريش أنت عم بقريش لجارين قالوا وحيدهن لو كنا نؤمن هذا رميسنا أنك رسول الله رسول إله هنا تاي ما سددناك عن البيت كعبد يبيك وكمان علنن ولا قاتلناك كل ما وأن درهنن هذا رسول الله كور رميسنا هاي ولكن اكتب واحد قرتها محمد بن عبد الله قركاس عن نو نقناي محمد انا تاين عبد الله هنا اتاي سيدا قر فنزل عند طلبه النبي فنزل واكي عند طلبه من طلب كودي وعتسودي واكي لي او وحو يري رسول الله هلا ترى مرتا بس لحظه امده يجيز كلا كلا يا وحول بكوين سو مجدي مرك رسولك الهي با رسول الله تري مصالح ذا أمد جيسا سقو إيغيو علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين هو الدورتي مصالح ذا أمد ذا إيه الشيس كادو كو إمانا يعينو أمير نمدي كتر مقعيس وكتنزلو محاد يدي إساس ويمعنى هذا فنزل النبي هو كي عند طلبهم طلب كودي وهو يقول أسقو لسوبنه والله إني لرسول الله وإن كذبتموني والله بان كدرتي إني أنو لرسول الله رسولك إلهي بان أهي وإن كذبتموني أدي بني سيني رسولك إلهي بان أحي مرك رسول الله تر مياه حتى وحكونا قنيسا ما يكمانا قنيسا مهمة دهشيس كسبانوه مركا أيها فوكس كرين أيها فوكس كساري فهل خرجنا من هذه تانا مكب حريب فقالوا واحدنا اللهم نعم الله إليها وتي صدحات صدح ذيبو أي هايستين وشاكتين بو صدح نصبو كياني ويسن منا ديذي كرين والله وانا اي لبا كليهين من ايهين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان وحاها من ثمرة هذا اللقاء لكل انكاس مره سيكس وبحيوث وحا ايه وما اظهره وحي اموجيه فيه دحديث كل انك وكم مجيه عبد الله بن عباس
ومن حكمة حكمة أها من حكمة بالغة حكمة بالغة حيل دير وحجة حجة دامقة دامقة مدح جبسة حجة عد ومدح جبسة مريه كسو بحي وحوها أن عاد منهم إنه كسو نقضي 20,000 لباتن كن أن عاد منهم إنه كسو نقضي 20,000 لباتن كن إلى صفوف علي صفك علينا يوصل نقدين رجل قدودي وأفر يا لباتن كن أها لباتن كن باقص نقطة صفك علي ومارتي خلط قدي قرصي وأصر وحا دائمي 4,000 أفر كن ومسيدو دي دائمين وصل نقوم وين على خصومتهم دود الله علي أي لدن عبد الله لدودين بي دائمين عنادا مضحضيك يو إعراضا جيسا يكجسا عن الحق حق ترتد أفر كن بديدي دي وماشي ودي استاكتوكو أكيس دي لاباتان كن وحي قصوا نقضين أصدقوا الله سعودو كياني وما ركتي أن صفكي علي قصوا علي يعني أن حكمت داسو حكمت ديه النبي صلى الله عليه وسلم وقود عيب وكم إذا همركا عبد الله بن عباس وقد سلك وقاضي الفتى ويلكي عبد الله بن عباس الى العلم علمه وقاضي كل سبيل وتول بغمري علمي انه هلو وبذل وبحيي من اجل تحصيله هلتان كي سدرتي علمي انه هلا درتي ادبو كل جهد بذلك استوبحي فقضل وحو دائما وهذه ينهل انه كثر دورنا وكعبيو من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كدركي سي إشي سينو كعب بهيو ما امتدت به الحياة صبره انتو نولا انو علمي سكا غادان ايو إشي سي معاني درست تركي النبي انو كعب بهيو إشي علمي هيدا برقان يسو النبي انو كدر دورانو يكعب بهيو ايو اها انتو النبي نولا فلما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رسولك شرفت لها مركو لكل مركو آذي بجوار ربي حق ربي جيس او قريو ذي اتجه وحو اجيستي عبد الله بن عباس الى البقية الباقية هراجي هري ومن علماء الصحابة صحابة علماء ذي اها وضفق وحو قدق لي ياخذ منهم انو علمك كقاذن ايو ويتلقى عنهم حق وضن علمك وكهل هيو حدثه وكشكي عن نفسي سقال وحو يري كان وحو هايذا بلقني مركو يغسو قارو الحديث وحديث مركو يغسو قارو عند رجل نن حقي نن كاسو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسول كم إذا مركي حديث يغشيكو أول إيرادو هبل بحديث كاهيو أتيت وحنو إيمان باب بيته قرقي سهل باب تيسان إيمان هاي في وقت قيلولتي حلقة أو قيلوشنة هي عند قدوسنة هي ومالين وين تا بانقرغي سايماني الباب كيسا وهاد قرغينا كوكر قراعو توسي حلقة أسنا مرة بيه وتوسط وحان بركنجري ردائي قوائيقا عند عتبة داريه قرغي الباب كيسا ردى لقاقلو عيان قوائيقا بركنجري وانا ظهركي فيصفي ويجرتي علي دوشي ذا ويكرر قجرتي الريح والضبيشو من التراب عيد كرو جرتو كو قدين جرتو كو عفوف جرتي ما يسفي وحا كرو جيسو قدين ايس وحا الله وحا عيد دويشانو دابان ايسو دان بيدو شا يغشو بجرتانو ماشا جيف ولو شيتو هدان دوني لها ان استأذن انا فسح ويدست عليه غفكاسي لا اذن لي وايد ملها لكن وحا نديد ايا انا معناها باش خسح اللي يدع مجد وعلم دون انو حديث كهلا درته دون وإنما كنت أفعل ذلك وحن سيدا أويه لي ليطيب النفس وغفكنا نفتي ساحة أن وناجيو أهن كركبين سيدا ساعة مع الميد مركي لنا سنة حوغا ومارك تي فاركي سيدا حداد سنية هي حداد كورا سوكرا عد هود دي هود دي سلام بان كولاد أفو واي سودا باتم معها أسوا سوا بعلم الدون أيو أيو وحو كحي سونيا حلي قاس تدكو إن سنة يعني إنو كوري قراع بنان كان مركو أفري سنة يابو say ma tan dabaysh ugu qiyu dhaayso fa idha kharaja min baytihi marku qofkaas uu kasoo baxo gurigiisa raani uu yarki jiray ala hadhihi hal haladan ku sugnahay waxa bas ugu dhacday wa qala wuxuu dhigi jiray yabna ammi rasulillah rasulka ina jirkiisa ma jaabika maxaa ku keenay hal la arsalta ilayma ito cidirtid faatiika an ku imaade
لو أهل بيت كنك عنه. فأقول وحن دي سري أنا عنك أي عقم مضن بالمجيهن أني ماذا إليك هذه أقوى ماذا أنا مضن. فالعلم علمك يؤتى، فالعلم يؤتى ولا يأتي، فالعلم علمك يؤتى ولو يمدايا ولا صوت انتايا ولا يأتي يسوى محمد صوت انتومي ماذا مركز هذا علم بعد الله هذا عن كوي معنى يا علم جاجا أنا صوت أنا نيو لكن علمك إنه ضدك صوت أنت معه هذا ما أنت نكي سكفر يستي نكي سكول هذا حبوب برا نكي دكسي هذا قرآن ببرا نكي مزايد كالعلم ببرا نكي قولي سيسكي جوهم حبوب برا واسي ذا هوي. فالعلم يؤتى ولا يأتي علمه هو على صوت أنت يا سوق ما صوت أنت هوي ضدك ما صوت أنت. ثم الدبلة أسأله دين شري عن الحديث حديث كبا ويدين شري عن ربي هي مركا ويدين شري وكما سيدي كان وهو ابن عباس يذل مد لي نفسه في طلب في طلب العلم علم طلب كيس مد ود لي سدوها فقد كان وهو اها يعني علمه سد لي انشر مركو علم دونيو سدو سد لي انشري او سبا بي انشري او علم غاينو هلا كغان سوما جديد waa arkay nimanka xirta oo markay cilmiga baranayaan rafaadka haysta iyo dhibaatooyinka iyo gaajada iyo cadhada ku dhacda iyo dhibka haysta waa aragtay markay cilmi yeeshaan wala kala boobi sheekhu kala quraan iyo akhri sheekhu kala cid ugu duceeyay kala gabadha ugu meher xogaba loo laabaya hilibka waxa la seen cadka ugu fiican baruurta ayaa yala soo xijin aliyana waxa keenayo waxa weey shalay badan qofka saan looma qiimeyn jirina waana qofkii muxuu maanta korosaday aliyana cilmigu korosaday علم جوي مرك وحه يبدأ يشرفته يلوي ساوي وكما كان سدوها ابن عباس يذل مد لي نفسه في طلب العلم علم قد طلب كيس مد ود لي نفسه سوها فقد كان وحه يعلي مد سرع قاضه من قدر العلماء علماء قدر كودي شرف صدن كربو وقال ترى علماء وينين تري فها هو ذا وابكا زيد بن ثابت نكل لي جري كاتب الوحي وصحابي زيد بن ثابت وكاتب الوحي وحي قري جري ورأس أهل المدينة ريم مدينة مدحد وقاها في القضاء كلا حكم الدهي قضها والفقه يفقه والقراءة قراءة والفرائد علم الفرائد رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت ونن أنساري هو نن دلن يرأه أها حلق ديالك بدر العادي يسوى صدحي تمجر أها فالنبي الله كياني صدحي تمام بسجره soo majeedid oo quraan badanna meesha ka boosaday oo soo bartay nabigu waa dhageystay waa dhageystay waa dhageystay wuxuu yiraahdo ila joogaya isaga taga marka agoona uu aha laga bilaabo maalintaas wuxuu noqday kaatibul waxyi buu noqday tarjumaan rasuulillahi baa dhigi jiray afka yuhuudana ay soo baruu yiri waxa weeye marka saxaabigaas weeye zayd bin saabit waa garanaysan ninkii quraanka jumlay xilliga cusmaan iyo abubakar buu فها هو زيد بن ثابت وكان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كاتب الوحي وحي يقول جري والرأس أهل المدينة ري مدينة ما دحدوغاها في القضاء حكمك والفقه فقه والقراءة قراءة والفرائد علمك فرائدك وعلمك دخلك او يهم الدون هي بالركوب دابته دابته سينو قرو فيقف يستاقي الفتى الهاشمي ويذكر بني هاشم عبد الله بن عباس بين يديه تيسو استاقي مكو دابته كوري وهر استاقي وقفة العبد أدون كسو يستاغو بين يدي مولاه إنك سيد كوالي هرتي سوك لسدو وغو يستاغو كالي أيو وغو يستاغي ويمسكو وحو قبانه الله أساقع ركابه قاره وقبانه وكو دابد فولي ويأخذ بزمام دابته دابده وغان كذن وقبانه يعني سيد أدون كو أكالمي سيد كسوكو دابد فولي وكالي أيو زيد من ثابت أكالمينا يا مركان زيد بن ثابت نوع علماء دوا وينيد وصحابة دواي وكفى إيدي أسوه فقال له زيد زيد بقول يريد دعانك إسكدا يا ابن عمي رسول الله رسول كان أدرك يسوه شقد أنت هذه ما هني إسكدا فراحك قادات كلا إسكله فقال ابن عباس وحي يري هكذا سدا سأم أن فعلا إن قصة من النبي علماء إن علماء ونسدا أقدر إنه بأن الأمر هي فقال له زيد زيد مرك هذا الكبا تابت مركا ninka nawani helu beedki asaga laftiisa waa caalim kale waa ka weyn oo ka cilmi badan yahay ma ahane waa caalim kale abdullahi ibn abbas waana helu beedki waa nabiga naadirkiis faqala lahu zayd zayd baa ku yiri arin yadaka gacantaada ito fa akhraj lahu ibn abbas yadu gacantiisa u soo saaray u soo taagay
فمال عليها كسوة فرصده وقبلها وادن كذا قعنتي وقال وحي لها كذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا هكذا سيدا سا أمرنا أن الأمري أن نفعل إن كسمين بأهل بيت نبينا نبي أهل بيت كيسي سيدا سا قال أن الأمري احترامنه أن نغانا سو مجدد مركا عبد الله بن عباس مركا قصدي إن شاء الله وينو سو عندون تا إن عاو هلكا سان رمضان كجو جنو قيبت الله بعد أن هبين كسو حيقان أخين دوننا بإن الله تعالى ما قصدوا أي دير تاهي ساسا مركا وقشينا الله بها بين كدقو إن شاء الله تعالى مركا طيب الشاب بدن بقى وحي إنه أقصو قنت هاي دذالك ودذالي ويلك هذا اللي يرضى عبد الله بن عباس يصدح يتوبن جيرك أها واسق وصدح يتوبن سنجلو حدنا نبقى كحف دي أبكي سكون يلح بقول يلحن حديث هذا يعني ضيشة أنه أقصو احترامك يعني علماء ذو احترام الجري إيو نبقى وعلمك أمر الجري إيو مارتي سونا إسوه يجرين يسوع قدرن ترى علم ديسا هي ما ركتي أسوق الله قدرنا هيو نبغي نذكر كي هو إلو بيت كيا أيوه هذا نوحو كدر بتي إنه سوء علم وهلا وما ركتي وما ركتي رول كيس دقو سوء ما ركتي وقف عيسى علم هذا أيضا نوحنا نقص عن ده شاب أيضا نقص عن بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.